خير خير. شوفي مين حضرتك؟ مرحبا أستاذة. مين حضرتك؟ شو بدك؟ ليش معصبة؟ روقي، خلينا نقعد ونحكي على رواق. أنت رح تحكي شو بدك ولا أطلب الشرطة؟ بزعل منك بعدين. نحن جماعة منعزك كثير ومنحترمك، ما منحب أبداً نوجع لك راسك. شو المطلوب؟ يا ابني اعطيني الملف. تفضلي هذا الملف افتحي حتشوفي شو المطلوب. هذا الملف؟ هذا الملف كان عندك انت بالمكتب صح؟ ايه صح. ممتاز. وبتعرفي هيك احسن واريح، باعتبار جوزك مانو موجود بنقدر بنحكي براحتنا. صحي ليش مزعلتي؟ بعتقد هذا الشيء ما بخصك. بعدين ممكن تتأدب شوي بالكلام، مو على اساس محترم. هلا لا تقولي لي انك انت زعلتي. انا بعرف تماما، مثل ما انا ما بحترمه انت كمان ما بتحترمي. احترم حالك اذا بتريد. على كلين قديش بدنا لحتى ننهي هاي القصة ونسكرها؟ اطلع لبرا. نالك خلينا رايين. الله يرضى عليكي. عم قلك اطلع لبرا. مثل ما بدك. على فكرة في مثل أنا بحبه كتير كتير. شو هو يا حزريك؟ قال لي اللي بتعرف ديته قتله. وأنا وحياة هالعيون الحلوة بعرف الدية. لعلمك الملف تبع الضاحية اللي عم تشتغلي عليه صار عندي. بقى فكري بالموضوع منيح وحاكيني. باي.